البداية أشكر جمعية المصورين العراقيين فرع واسط على هذا التكريم للاعب الدولي أمجد عطوان، وللأخوة المصورين الثلاثة اللي مشاركين ببطولة خليجي 25 في البصرة. نتمنى التوفيق للجمعية ونشكرهم على هذه الالتفاتة الكريمة. اي اكيد انا كنت موجود باللعبه شبه النهائي والنهائي كنت موجود بس انت تعرف هي بطوله صار لنا يمكن تقريبا يعني 40 سنه ما منظمين، فاكيد تصير اكو بعض يعني نقول خروقات، لكن ان شاء الله باستمرار الوقت بالبطولات السابقه ان شاء الله يكون التنظيم افضل. جميع العراقي التصوير فرع واسط تملك 840 مصور، 420 مشاركين و 420 عاملين، والحمد لله والشكر بادرت الجمعية العراقية للتصوير فرع واسط احتفالية خليجي 25 بتكريم المصورين اللي شاركوا خليجي 25 وتكريم اللاعب الدولي أمجد عطوان بهذا التكريم. محافظة واسط تشرف بهذا التكريم، ومصورين واسط كلهم جميعا يشرفون بهذا التكريم. والله المعوقات اللي تواجه المصور انه المصور مهمل في محافظة واسط من قبل كل المسؤولين، برلمانيين، مسؤولين، اصحاب دوائر، شريحه مظلومه، شريحه ما معترف بها من قبل المحافظه مع الاسف، وانا منطيهم كل المستمسكات الموجوده اللي هي الاجازات الوارده، وهي منظمه تابعه الى منظمه مجتمع مدني. نعم، تذكر مشاكل الى تعرض المصورين والاعلاميين الواسطه، المصورين بالذات، الى مشاكل مع القوات الامنيه، الى مشاكل مع في المحافل اللي تصير؟ المحافل من يجيني المصور ياخذ مني تأييد، يقول لي هاي جمعيه ما معترف بها، انه هي جميع منظمه مجتمع مدني، شلون انطونا اجازه من رئاسه الوزراء وهي ما معترف بها؟ من هذا الملف. لا والله ما نشمنا لحد الان، وانا صار لي تقريبا هاي السنه الثالثه اذاعي واناشد وابد ابد يعني محافظ واسط ابد ما يلتفت. انا ابسط الامور اقول لك بيها انه محافظ الواسط كتبت له طلب وكتب مداوله مع مقابله مع جميع العراقي التصوير، والكتاب لحد الان. اليوم كانت مبادره جدا جميله من الجمعيه العراقيه للتصوير فرع واسط بتكريم المصورين المشاركين في بطوله خليجي 25 اللي قامت بمحافظه البصره. صراحه بدورنا كمصورين كنا بهذه المحافظه لنقل هذه البطوله، بطوله 25، كان لنا شرف بهذه البطوله ونقل كل احداث داخل ملعب جذع النخلة والميناء. الأيام اللي بقينا بها هناك أكثر من 16 يوم قبل البطولة انطلقنا، فاضطرينا نأجر يعني شقة سكنية وفرشناها حتى نقدر أنه نبات ونغطي البطولة. طبعا اللي شفنا أثناء البطولة شيء لا يوصف، عن كرم، عن ضيافة، عن أخلاق. طبعا كان أيام جدا حلوة الحمد لله وشكر، شاركت فيها تقريبا ما يقارب الأربعة أيام، أو نقلت أجمل صورة وتندمت لأن ما نقلت بعد أكثر، لأن الأجواء كانت كلش حلوة الحمد لله وشكر. أنا بالنسبة لي كان أحد الأخوان منها البصرة قدم له شكر من هذا منبركم الكريم، كانت ضيافتنا يمه يعني ما يقارب أكثر من أربعة أيام، إحنا يمه أكلنا شربنا منامنا كله يمه. احنا اول بدايه بالبطوله بالافتتاحيه كان كله صعب، يعني الى درجه ما قدرنا ندخل من خلال المدرجات، صورنا الافتتاحيه وهاي، بس بالايام الجايه لا فتحوا لنا البيبان والتسيرات كلش حلوه. كان كم مصورين بواسط؟ شنو اهم الاحتياجات هم الدعم، الكلام الحلو، الكلمه يعني مثل ما اقول لك هي الكلمه الطيبه صدقه. هي هاي اكبر مثل. Thank you.